بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيك شباب، واهلا بيكم في فيديو جديد بإذن الله. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي تبتدي في مجال السايبر سيكيورتي. انا على طول بيجي لي اسئلة من نوع ان انا ازاي ابتدي في مجال السايبر سيكيورتي، ايه المتطلبات عشان اخش مجال السايبر سيكيورتي، وهكذا. يعني الاسئلة اللي هي من النوع ده. انا كنت عامل لايف قبل كده، وطول اللايف كان تقريبا 30 دقيقة او 40 دقيقة، وما كنتش بتكلم فيه عن حاجة غير انك ازاي تبتدي في مجال السايبر سيكيورتي. وكان في شويه اسئله برضو جاوبت عليها بخصوص يعني السايبر سيكيورتي، السايبر سيكيورتي كان، ولكن تقريبا الناس بتكسل تشوف ال 30 دقيقه ولا 40 دقيقه دول. فاختصار يعني لوقتهم وللوقت الناس بتخش تسالني، فهعمل الفيديو دوت. ففي الفيديو دوت هنتكلم عن انك ازاي تبدا في السايبر سيكيورتي. بسم الله. How to start in cyber security. هات البن. تمام، شغال. طيب، علشان تبتدي في مجال السايبر سيكيورتي انت محتاج يكون عندك 3 حاجات او 3 اساسيات او 3 مهارات، او محتاج انك يكون عندك الـ3 اعمدة دول. الـ3 اعمدة دول او الـ3 حاجات دول انت محتاجهم في السايبر سيكيورتي، ايا كان تخصصك جوه السايبر سيكيورتي، ايا كان تخصصك، ايا كان انت كنت عايز، انت عايز تبقى بنتستر او مختبر اختراق يعني، ولا عايز تبقى مثلا في الجزء بتاع الديفنس، ولا عايز تبقى في الجزء بتاع الانفستيجيشن والاناليسيز اللي هو مالوير مثلا، مالوير اناليسيز وديجيتال فورنسكس انفستيجيشن، و ايا كان التخصص بتاعك. يعني ايا كان التخصص بتاعك جوه السايبر سكيورتي، سواء ليه علاقه بالهاكينج او لا ديفنس، بس يعني ايا كان التخصص بتاعك، فانت محتاج الـ3 اساسيات دول. ما ينفعش تبدأ في اي تخصص جوه السايبر سيكيورتي الا وانت عندك الـ3 حاجات دول، او غير أو بدون ما تكون عارف الـ3 حاجات دول. اول حاجة مش عارف بيطلع ليه. طيب، اول حاجة محتاج انك يكون عندك مهارات، او محتاج انك تكون عارف نتورك او شبكات. يبقى ادي العمود الاول اهو، ادي العمود الاول اهو، محتاج تكون عارف نتورك. ممكن نختصر بايه؟ نت. طيب، يبقى انت اول حاجه محتاج تكون عارفها، او اول مهاره تكون عارفها، هي النتورك او الشبكات، لان انت بشكل او باخر هتتعامل مع الشبكات. يعني انت حتى لو انت مثلا بنتستنج او داخل في اللي هي اختبار الاختراق والهاكينج وكذا الكلام ده كله، فانت طبيعي هتتعامل مع الشبكات، طبيعي هتتعامل مع شبكه. عايز مثلا تبنتست على شبكه، تشوف البورتس المفتوحه عليها، لان ممكن تلاقي فولنربيلتي موجوده ايا كانت، فانت هتتعامل مع شبكات. او لو حتى لو انت انفستيجيشن او اللي هي التحليل الجنائي والكلام ده كله، فانت برضو بتحلل الشبكه بتاعتك، وبتبدا تشوف الترافيك عليها كان فين وراح فين ومين والكلام ده كله. فانت بشكل او باخر هتحتاج الشبكات. تمام. تاني مهاره او تاني حاجه انت محتاجها انك تكون عارف برمجه. يبقى تاني عمود هو عمود البرمجه، انك تكون فاهم برمجه. اختصرها في بروج. هتحتاج انك تكون عارف برمجه. برمجه باي لغه، باي بأني يعني اتعلم برمجه بانه لغه، اتعلم اي لغه، اي لغه. كل اللغات بتاعت البرمجه فيها نفس الكونسبت، كل اللغات واحده، الكونسبت البرمجي فيها ثابت. انما الفرق ما بين لغه وتانية هو السنتاكس او طريقه كتابه الكود. يعني مثلا كل لغات البرمجه فيها حاجه اسمها اللوب، لوب او تكرارات. يعني احاول اجيب لكم اقرب معنى ليها بالعربي. كل لغات البرمجه فيها حاجه اسمها variables او متغيرات. كل لغات البرمجه فيها حاجه اسمها if statement. كل لغات البرمجه فيها حاجه اسمها function. كل لغات البرمجه فيها mathematic operations. كل لغات البرمجة الكونسبت بتاع البرمجة واحد، الكونسبت واحد، الكونسبت بتاع البرمجة واحد، أو المفهوم بتاع البرمجة واحد على كل اللغات. اللي بيختلف من لغة للغة هو طريقة كتابة الكود. يعني مثلا اللوب دوت، مثلا لو أنا جيت أكتبه مثلا بلغة زي السي بلس بلس، فممكن أكتبه في 3 4 سطور، ولو جيت أكتبه في بايثون هكتبه مثلا في 2 سطر، ولو جيت أكتبه مش عارف في جافا هكتبه في 3. يعني الفكره الاختلاف يعني
في كتابة الكود وفي الكلمة في النص يعني بتاع الكتابة بتاعة الكود، إنما الفكرة نفسها ثابتة. كل لغات البرمجة فيها الكونسبت بتاع البروجرامنج فيها ثابت، كل واحد الفكرة إن طريقة كتابة الكود بس هي اللي بتختلف، تمام؟ فأنت اتعلم برمجة بأي لغة أنت عايزها، تمام؟ طيب قلنا أول حاجة محتاج إنك تكون عندك مهارات في الشبكة، أو إنك تكون فاهم شبكات، تاني حاجة إنك تكون فاهم برمجة، تالت حاجة إنك تكون فاهم Operating Systems أو أنظمة التشغيل. إحنا أغلبنا نتعامل مع الويندوز، لما يكون كلنا تعاملنا مع الويندوز، محتاجين بقى يعني نغير شوية، ندخل في نظام تشغيل مختلف شوية، أو نظام تشغيل اللي إحنا أصلا هيبقى أغلب شغلنا عليه واللي هو اللينكس. فأنت محتاج تفهم نظام اللينكس، تفهم بيشتغل يعني، تفهم الملفات بتاعته، وتفهم ازاي تديره وازاي تتحكم فيه يعني وتتعامل معاه، تمام؟ وبرده يعني نظام الويندوز انت احنا اتعاملنا معاه اغلبنا يتعامل معاه كجرافيك، لا احنا محتاجين نتعامل معاه كنظام دوس او بالكوماند يعني. فهم دول التلات اعمده الاساسيه للسايبر سيكيورتي: شبكات وبرمجه وانظمه تشغيل. اتعلم انه الاول، اتعلم اي واحده فيهم الاول يعني، هو مش الترتيب مش هيختلف، الترتيب مش هيختلف انك تتعلم ده الاول ولا ده الاول ولا ده الاول، لا الترتيب مش هيختلف معاك. انت عادي تبتدي باي واحده فيهم، عادي تبتدي باي حاجه فيهم، المهم ان انت يكون عندك التلات حاجات دول، انك تكون عارف برمجه وتكون عارف شبكات وتكون عارف انظمه التشغيل، تمام؟ طيب في الشبكات محتاج كورس ايه، او ممكن اعرف الشبكات دي من خلال كورس ايه؟ مثلا شبكات ممكن تعرفها او تدرسها من خلال كورس مثلا شبه ال N بلس، ال N بلس او النتورك بلس، دوت شهاده او كورس بتقدمه شركه كومباتيا، هتلاقي ليه محتوى موجود بالعربي على اليوتيوب. او لو انت عايز تخش في حاجه فيها تفاصيل اكتر شويه وفيها تعامل فيها تع يعني فيها عملي اكتر حاجه، في لان النتورك بلس هي مش عملي قوي، ولكن هي كافية يعني، لو عايز تكتفي بيها مفيش مشكلة. في حاجة يعني ايه اكتر يعني متقدمة اكتر وفيها عمل كتير، هي السي سي ان اي، السي سي ان اي او اللي هي سيسكو سيرتيفايد نتورك اسوسيشن. دي كورس بتقدمه شركة سيسكو، شركة مشهورة يعني في مجال الشبكات، مجال الشبكات والاي تي يعني عموما. ممكن برضو تخش على اليوتيوب تكتب كورس سي سي ان اي، هتلاقي كورسات كتيرة موجودة برضو بالعربي بتشرحها لك. احسن حد ارشحه او الحد اللي انا ارشحه في كورس السي سي ان اي الباشمهندس عبير حسني، تمام. ده بالنسبة للشبكات. طبعا انا بديت يعني ايه حاجات تكفيك، انت عايز تتعمق اكتر في الشبكات عندك بقى ابحث بقى، اعمل سيرش وهتلاقي عندك حاجات كتير جدا او كورسات او محتوى يعني متقدم عن الاتنين دول بكتير جدا، ولكن دول يكفوا معاك. طيب بعد كده عندي البرمجة اتعلم لغة ايه؟ زي ما قلت لك اتعلم اي لغة، اتعلم اي لغة مش هتفرق، لغات البرمجة كلها نفس المفهوم او نفس الكونسبت، ولكن احنا بنرشح مثلا ممكن حد يرشح لك لغة برمجة معينة، لان اللغة ديت انت هتحتاجها اكتر من غيرها في المجال دوت. يعني مثلا في السايبر سيكيورتي اللغة اللي هتلاقي عليها شغل كتير او اللي هتلاقي ان انت في اغلب الوقت بتستخدمها هي لغة البايثون. لغة البايثون لغة البايثون هتلاقي عليها شغل كتير، هتلاقي عليها ان انت اغلب الوقت شغال عليها. وفي برضو لغة اسمها روبي، تمام، وفي اللي هي البريل تقريبا او بيرل حاجة زي كده، وفي السي بلس بلس، يعني كل دي لغات بنشتغل عليها، ولكن اللي احنا بنشتغل عليه اكتر حاجه هي البايثون، تمام. ولكن عايز تتعلم، بتبدا تتعلم برمجه بايثون، عايز تتعلم بالسي بلس بلس، بجافا، ببيرل، بجافا سكريبت، براحتك يعني مفيش اي مشكله. طيب بالنسبه للاو اس او انظمه التشغيل، انت احنا زي ما قلت لكم اغلبنا نتعامل مع نظام الويندوز، فاحنا محتاجين نتعامل مع نظام اللينكس لان هو ده اغلب شغلنا عليه. لينكس ممكن تتعلمه من خلال كورس اسمه لينكس بلس، هو من نفس الشركة اللي عاملة ان بلس او اللي هي النتورك بلس. برضو هتلاقي محتوى على اليوتيوب موجود على اليوتيوب مجانا وباللغة العربية. او عايز تشوف حاجة متقدمة اكتر،
فعندك اللي هي الحاجة اسمها ريد هات، ريد هات سيستم ادمن تقريبا، مش فاكر الترتيب بتاع الحروف بتاعها بالظبط، كان اسمها ريد هات، ريد هات دي اتش عشان سي اس اي. تمام، ريد هات سيرتيفايد سيستم ادمن، يعني انت ممكن تاخد لينكس بلس او ممكن تاخد الريد هات سيستم ادمن. تمام، الفرق ما بينهم ان الريد هات سيستم ادمن هتلاقيها متقدمه اكتر شويه عن لينكس بلس، وهي كمان يعني بتركز على ان هي تشرح على نظام واحد بس، او بتهتم ان هي تشرح نظام يعني اكتر نظام الريد هات. تمام، او بتهتم ان هي تشرح لك اكتر توزيعه الريد هات. تمام، فانت تشوف اي حاجه منهم انت عايزها هتلاقي برضو ليها محتوى موجود على اليوتيوب بالعربي. تمام، فزي ما قلت لكم دول الثلاث اعمده اللي انت محتاجهم، او الثلاث حاجات اللي انت محتاج تكون عارفهم علشان تبتدي في السايبر سيكيورتي ايا كان تخصصك. وتعلمهم مش شرط يكون نتورك وبرمجه ونظام التشغيل، لا انت او لينكس يعني، لا انت مش شرط تبداهم بالترتيب دوت، انت تقدر تبداهم باي ترتيب انت عايزه. تمام، مفيش اي مشكله، يعني ممكن تبتدي برمجه الاول بعد كده شبكات بعد كده نظام تشغيل، او ممكن تبتدي تتعلم نظام تشغيل بعد كده شبكات بعد كده برمجه، يعني مفيش ترتيب معين يعني، المهم انت في الاخر تكون عارف التلاته دول. تمام، بس كده، شكرا ليكم واشوفكم باذن الله في فيديو جديد.